اللهم صل وسلم وبارك على افضل المرسلين، وحشتوني احلى اصدقاء في العالم، اصدقاء يوميات لارا العسوله. النهارده عندنا فيديو جديد ووصفه جديده من وصفات سلايم بمكونات موجوده في كل بيت بدون غرق بدون سمخ وبطريقه سهله جدا، وطلع سلايم رائع طري جدا وفي نفس الوقت فيه لمعه وريحه جميله جدا. يلا نشوف المكونات مع بعض ويلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. واول حاجه عندنا بودرة تلك او بودرة الاطفال. بودرة التلك دي بتبقى متوفرة في معظم البيوت، عشان دي بتبقى بصراحة بتتحط على البشرة او بشرة الاطفال، بتبقى جميلة جدا وبتتباع ساعات في الصيدليات بسعر رخيص جدا جدا جدا. حطيت 3 معالق بودرة تلك اللي هو جونسون، بعد كده حطيت 3 معالق مية صغيرين وابتديت اقلبهم كويس. لو عندي مية ورد ممكن اضيفها بدل المية، هتديني ريحة احلى كتير. تمام، بعد كده ضفت نقطة من اللون الأحمر بس تديني لون حلو. حسيت ان الدنيا سايلة معايا، ضفت معلقة تانية يعتبر ربعها من بودرة تلك الأطفال أو بودرة جونسون. بعد كده عندي معلقة من الدقيق الأبيض اللي هو الطحين الأبيض أو الفرينة البيضاء. تمام، هي ليها مسميات كتير. يبقى حطيت بودرة تلك أطفال، بعد كده حطيت مية، بعد كده حطيت معلقة دقيق. تمام، بعد كده قعدت أعجن كويس جدا لحد ما الملمس يطرى معايا، حسيته ناشف ضفت معلقة صغيرة من المية وابتديت أعجن تاني. خلاص لم معايا وبقى حلو معايا، هبتدي أضيف زيت جونسون اللي هو زيت الأطفال بتاع بشرة الأطفال، اسمه زيت جونسون. لو ما عنديش زيت جونسون ممكن معلقة جوز هند، اللي هي معلقة زيت جوز هندي يعني، او معلقة زيت زيتون، او معلقة من زيت الطعام العادي. تمام، بجد فظيع وبيفرق جدا معلقة الزيت دي. واحسن حاجة في معلقة زيت جونسون زيت الاطفال ده ان هو سريع الامتصاص، ما بيديش ملمس الزيت، ما بتحسوش ان في زيت في ايديكو، لا بالعكس بيدي ملمس ناعم عشان هو بيبقى سريع الامتصاص، فالسلايم بيمتص كله بس بيدي نعومة وطري، يعني طري كده بيبقى طري وحلو قوي. طبعا انا هفضل اعجن فيه لحد ما يتحول تماما لملمس الطري اللي انا عايزاه ويصبح بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده، طري جدا حلو جدا لونه رائع ملمسه حلو جدا. جربوه هيعجبكم جدا، وهستنى تعليقاتكم من وصفات المشتركين. مش اي تعليق، انا مش عايزه اي تعليق، انا عايزه تعليق من وصفاتكم بتاعت السلايم اللي هننفذها باذن الله قريب جدا مع وصفات المشتركين. ويا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عايزين تشكيله كبيره من وصفات سلايم بدون غير بدون سمك اكتبوا لي تحت في التعليقات. وباي باي، اشوفكم بالف صحه وبالف هنا.